يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. أهلا حلوين، النهاردة الفيديو هيكون عن عنايتي ببشرتي في أيام رمضان. وانتوا بقى عارفين طبعا ان الصيام والحر وقلة شرب المية الصبح بالذات بيسبب حاجات كتير جدا للجسم، فاحنا لازم نعوضها بالمرطبات والعناية الكويسة قوي في رمضان، لان احنا عاوزين ندخل على العيد واحنا برضو شكلنا حلو وكويس وجميل. خليكم معايا، بس قبل ما نبدأ الفيديو ده عايز اقول لكم ان الفيديو ده بالتعاون مع الجميلة هبة الجندي. القناة بتاعتها هتعجبكم جدا جدا جدا، هي اساسا انسانة قمة في الذوق وبحبها جدا. قبل ما نبدا بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتدوسوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله وبعمله اول باول. بقوم غاسله وشي، وقبل برضو ما انام بغسل وشي بالغسول بتاع من كلين اند كلير، هو فيه حبيبات نظف الوش بعمق، هو ده اللي عاجبني فيه، اللي هو بدل ما اعمل سكراب مثلا لا انا بستخدمه، بيريح عليا الوقت او بيريح عليا كتر المنتجات مثلا. الغسول ده من جونسون رغوي، حلو جدا، يعني بحس ان هو بيعدل نسبه الزيوت اللي بتبقى في البشره، او بستخدم ده ان انا انظف بيه وشي برده في اي اتربه او في اي حاجه. لطيفه جدا جدا، هي من 7 سيكريت، دي تاني واحده اجيبها. يعني بعد ما بخلص ان انا اغسل وشي وخلاص انا برده بنظف بيه وشي بقطنه، هو كمان معقم للبشره، هو حلو جدا. انا ساعات بستخدم ماسكات جاهزه، هو ده قناع من هيمالايا، ساعات بستخدمه وساعات بستخدم ماسكات انا اللي بعملها في البيت، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو بالتفاصيل الماسكات اللي انا بستعملها. وده سكراب زي ما قلت لكم، انا بستعمل سكراب انا اللي بعمله، سكراب ساعات جاهز. وده سكراب عباره عن زيت وقهوه وسكر، حلو جدا. ودي زبده كاكاو من 7 سيكريت قلت لكم عليها قبل كده، ترطيبها خفيف كده وملمسها على الشفايف ناعم ناعم جدا، وفيها لمعه كده صحيه بتدهنن، لا جميله قوي وخفيفه، ده غير طبعا ريحتها التحفه. كل ما بتبقي بتقللي في ترطيبك او بتقللي في المنتجات اللي انت بتستعمليها، كل ما انت هتلاقي وقت ليكي، مش هتكرهي ابدا ان انت تقومي تهتمي بنفسك. حبي الوقت ده من اليوم، قللي من المنتجات اللي انت بتستعمليها، هترتاحي هتريحي بشرتك. انا بحس اكتر ان انا لازم اقلل ايه اللي انا لازم استعمله وايه اللي انا لازم ما استعملوش دلوقتي. اول حاجه بحب استعملها كتير، بعشق ريحته وبعشق ملمسه، بيبقى ناعم جدا. انا بختار حلو جدا يا بنات، وبجد ينفع لترطيب عالي. فازلين ده بقى بالكاكاو وريحته تحفه برضه، انا بحب قوي ريحه الكاكاو في المرطبات بالذات، بحب الريحه السويت. يعني هو مش اوقات كتير قوي، بس انا ساعات بميل للروايح دي السويت. الترطيب بعد الشاور دايما دايما بيبقى بزيت اللي هو البيبي اويل من جونسون، تحفه يا بنات. انا استعملت كتير جدا منه بانواع مختلفه، هو طبعا بروائح مختلفة وانواع مختلفة، بس استقريت الصراحة على الصباغ. وبستعمل لترطيب ايدي من ايفون برضو، حلو جدا بالجسمين، يعني ترطيبه للايد حلو، ما بيلزقش كده، وبالذات احنا في الحر وفي الصيف لا ما بيلزقش. كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي، انا بكره المرطبات اللي بتلزق او ما تقدرش تمسك حاجه، لازم ينشف قبل ما تمسكي اي حاجه، فبكرهها دي شويه. فاكتر حاجه ممكن اكون بلاحظها في اي مرطب انا ممكن اكون بجيبه. وطبعا كريم جلايسليد اللي ما بيفرقش ابدا اي حد، كريم ده يا بنات اساسي في اي بيت اصلا، انا عارفه ده. اهم حاجتين يا بنات لازم ما ننساهمش، غسل الاسنان وده مهم جدا برضو. ونيجي بقى على التعطير مثلا، انا عارفه ان اغلبيه البنات ما بتحبش الفقره دي بالذات، ممكن ما تستعملهاش، بس انا صراحه ما بستغناش عن السبلاش وانا بالذات في البيت. يعني ما بحطش برفيوم اكتر، لا انا بحط سبلاش لاني بحسه ان هو خفيف جدا. وبكده اكون خلصت كل اللي انا عايزه اقوله لكم، ورمضان كريم عليكم، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، بلاش تهملوا في نفسكم. واهم من كل اللي انا قلته ده، الميه يا بنات لازم تشربوها دايما، تنسوش المية ابدا بعد الفطار،
يعني كل ساعة لازم تشربي على الأقل كوباية مية. وإن شاء الله هعمل لكم فيديو عن تنظيم الوقت في رمضان، عشان الوقت أنا عارفة أنه هو بيبقى صغير قوي، فهعمل لكم حاجات مبسطة كتير. وأنا بحبكم قد السما، متنسوش بقى أنكم كنتوا تكتبولي رأيكم تحت في الكومنت.